السلام عليكم، كيفكم؟ تخيل انك ماشي بالشارع ومجنط وما معك الليرة ويجيك شخص بالشارع يقول لك رح اعطيك 150 دولار، اكيد ما رح ترفض، ولكن مقابل ال 150 دولار لازم تحرق علم دولة عربية. يا ترى شو رح تكون ردة فعلك؟ رح تحرق علم دولة عربية وتاخذ هذا المبلغ وانت محتاجه، ولا بترفض وبتقول عوضي على الله؟ اوكي يا اخوان، هذا الشيء هلا رح نشوفه بهذا الفيديو. عنوان الفيديو بيقول تحدي في الاردن، احرق علم فلسطين مقابل 150 دولار. يا ترى كيف الناس تفاعلت مع هذا الموضوع؟ فلسطين قطعة حساسة من الوطن العربي بصراحة، فرح نشوف ردة فعل الشارع الأردني بهذا الأمر. تحية كتير كبيرة قبل ما نبدأ المقطع لأخودنا الأردنيين النشامة حبايبنا، وتحية كمان حب واحترام وتقديرا لأخودنا الفلسطينيين حبايبنا وأخوتنا. فوطن لك ما أكثر لايك لهذا الفيديو، خلينا نوصله لأكثر من 25,000 لايك، والكل يكتب بالكومنتات فلسطين قطعة من قلوبنا. وبس يا إخوان، صلى سيدنا محمد، يلا نروح نشوف المقطع. اوكي، ما فيك لا. طيب احنا اليوم عنا تحدي 100 دينار، مثل ما شايفين علم الفلسطيني بايده والقداحه بايده. تمام، هاي علم فلسطين، امسكوه. هاي قداحه، احرق علم فلسطين وخذ ال100. احرقه واخذ ال100؟ تكرم عينك، تكرم عينك. بحرقه، احرقه. طيب لا يا زلمه، خير؟ ايش في؟ اول واحد عن جد راح يحرقه. خلنا نتابع المقطع. ما بعرف، اكيد البشر مو كلها سواسي، اكيد في ناس بتبيع انفسها عشان ليره او عشان درهم. نتابع المقطع. لا هي يا رجل، انا ما بحرك. 200 دينار. طيب شغلك يا برا. مرحبا، كيف فيديو جديد اليوم؟ زين، عشر الاردني في عمان في وسط البلد تحديدا، وعملنا مع الناس تحدي. التحدي انعملوا بياخذوا 100 دينار، هاي علم فلسطين، يحرق علم فلسطين وياخذ ال100 دينار. خليكم معنا لتشوف الفيديو. امسك العلم هاد، معك قداحه ولا لا؟ احرقه. علم فلسطين هذا، تحرقه ب100 دينار؟ علم فلسطين؟ لا طبعا، مستحيل. هاي ال100 دينار جاهزه. انا فكرتك تعمل سحر وتعمل شغله. لا 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 لا، احرق العلم وخذ 100 دينار. مستحيل. ليش؟ طيب مستحيل، لازم هاي بلد. هذا بلد ما هي في قاعدة خدها في حياة الكل بني آدمين. تمام، ما إله وطن وما إله بلد ما إله دين. صحيح يا حبيبي، شكرا. أول واحد ما رضي. خلنا نشوف هالشاب الصغير. فلسطين، علم فلسطين. بدك 100 دينار؟ جيب العلم. طيب جيب العلم. اوكي، هذا جاب العيد وقت اللي شلف العلم بالارض، بس هو مو بني عاط، لانه لا مستحيل احرقه، خلص خذ عني وامشي. اوكي، ما رضي. تعال تعال، فجاب العيد بشلفه العلم. تعال يعني. ليش ما حرقته؟ ليش ما احرقه؟ 100 دينار اعطيك مكانه. ايش بدي فين ال100 لا؟ طب شو السبب خلاك ما تحرقه؟ ايه، ليش ما بدك تحرقه؟ لازم بلد هاي لازم اشحق له عشان 100 ليرة. انت من وين؟ من الاردن. من الاردن، تحب فلسطين يعني؟ بحبها. ليش ما احبها؟ والله حبيب قلبي، حبيبي الله يسعدك. ولا بدي يا حبيبي، لانه هاي بلدنا، شعبنا. ليش؟ طيب بس هيك عشان بلدك يعني بدك تحرقها؟ وارضنا كمان. طيب، وهذا العلم اللي مقدس لنا. صحيح، علم فلسطين مقدس لكل عربي شريف حقيقة يعني. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك والله انك. ولا مليون الدنيا يا ملايين الله. كنوز الدنيا لا. الله يسعدك يا عم حبيب، الله يرضى الله عليك. شكرا لك، حياك الله، حياك الله. احرق العلم، هاي 100 دينار خذها. هذا ما بيرفع ولا بينزل، هذا شعار ورمز. شعار ورمز. ليش؟ طيب ليش تحرقه؟ 100 دينار، 200 دينار. مليون طيب. ما بحرق. برفع لك 300. فلسطيني. بس ما بحرق. من وين انت؟ انا طفيلي. طفيلي. طب ليش ما بتحرقه؟ شو السبب خلاك ما تحرقه؟ ليش؟ تفاهه. ايش تفاهه؟ ما بحرق علم شو مكان. يلا ماشي، شكرا. لانه فلسطين ولا علم دوله عربيه ثانيه تحرق؟ لو اي دوله ثانيه ما حبيبي، ما عاد تكون اسرائيل بحرقه. شكرا. علم فلسطين شوي. امسك. ايوه، علم فلسطين. تمام تمام. هاي قداحه، امسك قداحه. احرق العلم وخذ 100 دينار. امسك. ليش مالك؟ ليش؟ ليش؟ رفض. شو السبب خلاك ما تحرق يعني؟ شو السبب؟ انت فلسطيني؟ لا مش فلسطيني. انت شو؟ انا سوري. انت سوري؟ سوري. تحرق بلدك ولا لا؟ لا ما بحرق سوري. انت يعني طب لنفرض انه دولة تانية غير فلسطين؟ اكيد لا. كمان
كفو والله كفو. يعني هسه فلسطين كل الدول العربية يعني طبعا ما عدا اسرائيل. بتحرق اسرائيل. بحرق اسرائيل. والله يا اسرائيل راحت عليكي. بالطفيلة. بالطفيلة. طب شو رايك هسه الوضع الاقتصادي؟ في مصاري ولا لا؟ لا والله. ما في. طب شركة عرض عليك 100 دينار مقابل شغلة. ايش؟ امسك هذا العلم. علم اي دولة هاي؟ فلسطين. 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 امسك قداحة. اوكي. احرق العلم خذ 100 دينار. لا بحرق هذي. وبحرق اصلي. يا الله. ولا بحرق العلم هذا. خذ 100 دينار. لا بحرق هذي. وبحرق اصلي. يا الله. ولا بحرق العلم هذا. ليش طيب؟ شوف فلسطين. لحظة. راح نعيدها. امسك قداحة. احرق العلم خذ 100 دينار. لا بحرق هذي. وبحرق اصلي. ولا بحرق العلم هذا. ليش طيب؟ يا حبيبي خذ 200 دينار. ولا 1000. ليش؟ شو احرق علم يا زلمة؟ ما بصير. شو تسوي يعني؟ زلمة هاي ارضنا. والله يسعدك. كيف هسه حاليا بلد؟ والله يعني في فلوس ولا لا؟ لا بالمرة. طيب شو رايك اعرض عليك 100 دينار مقابل شغلة وحدة؟ شو هي؟ امسك علم فلسطين. هاي قداحة. لا يا زلمة والله لو مليون يا زلمة. طب خليني افهمك. امسك امسك. احلى شيء يعجبني بالاخوتنا الاردني. لا يا زلمه كل شيء عندهم. لا يا زلمه هي كثير تعجبني انا منهم صح. احرقوا هسه. ما احرقوش يا زلمه والله لو 1000. 200 دينار بدفع لك يا زلمه والله لو 500. يا زلمه لو مليون هسه قدامي. ليش؟ يا زلمه شوف فلسطين هاي يا زلمه. هاي فلسطين. شوف لك ما تحرقوا يعني. يا زلمه فلسطين يا زلمه هي. الله يسعدك. كيف الوضع الاقتصادي؟ في فلوس ولا ما في فلوس؟ والله واصل حسب الناس يعني. انت من وين؟ انا من حي نزال. من حي نزال. طيب ما انك من حي نزال امسك هذا العلم بعطيك 100 دينار. هاي القداحة. ماشي. هاي القداحة احرق العلم خذ 100 دينار. لا. ليش؟ ليه؟ علم ايش هذا؟ علم فلسطين. ليش بدكش تحرقه؟ شو بلدنا فلسطين احرق لك بلدنا. انت من وين اصلا؟ انا فلسطين. فلسطين ليش ما بدك تحرقه؟ شو بلدي حد بحرق بلده؟ شو وضع البلد هسه اقتصاديا؟ في مصاري ما في مصاري؟ شو؟ يعني. في؟ طب هات شو رايك واحد يعطيك 100 دينار مقابل تحدي؟ حلو. شو التحدي؟ شو التحدي؟ امسك علم فلسطين تمام؟ مع قداحة ولا اعطيك؟ مع قداحة. طيب احرق العلم وخذ 100 دينار. ليش؟ والله لو اعطيتني مال الدنيا كله يعني. برفع لك السعر 500 خليهم. لا عم يغري اكثر. ولا مليون. الله عليك. جد تحكي؟ فلسطين. ولا مليون؟ ولا مليون. طب ليش ما ليش بدكش تحرقه؟ فلسطين. انت من وين؟ مصر. من مصر. من مصر. الله يسعدك. الله عليك. اقدع ناس. اليوم انا تحدي ب 100 دينار. انت من وين؟ انا من عمان. الاصل فلسطيني ولا اردني؟ لا اردني عبادي. طيب اذا قلت لك احرق علم فلسطين مقابل هال 100 دينار. لا. ليش؟ فلسطين عربية مصر. هي 100 جاهزة برفع لك السعر اذا بدك. ليش؟ أرض عربية إسلامية فيها الأقصى المبارك. إيه والله. أورجيك هوية اسمي أيمن محمد محمد العبادي. لا. أنت من وين؟ أنا سوري. ما بحرق سوريا. والله حبيبي. ما بحرقها أنت. كمان برضه سوري. سوري. جميع الدول العربية بقاداتها بشعوبها تاج على رأس أمريكا وعلى الدول الأوروبية وأولهم إسرائيل وأمريكا. ولك عاش. والله يشوفه معني مبين عليه إنسان معتر يعني. أظن هو ما بعرف ما بدي أحكم بس أظن أنه هو أكثر واحد يمكن بحاجة هال 150 دولار أو هالمبلغ هذا. وشوفه إنسان يعني والله ما بعرف شو بدي أحكي لك معلم حبيبي. والله ما بتقصد. أنا أردني حتى النخاع ونفس الوقت لعيون فلسطين. تحية فلسطين. عنا على تحدي. راسي أستاذ على الكاميرا يتصور. نعم لازم على الكاميرا يتصور. عنا تحدي اليوم. ثواني. شغال هي كاميرا. شغال. لا طفيها خلينا نشوف. خلاص ماشي مش مشكله. مش مش عن نزل. عنا تحدي اليوم 100 دينار. انه امسك علم فلسطين. ها هاي القداحة احرقه. لا يا رجل انا ما بحرق. 200 دينار. طيب شغل الكاميرا. الله يسترنا من هذا. ابشغل الكاميرا. لا يعمل قطام يعني. الله يجيرنا بس لا يجيب العيد. قل لي شغل لا شغل شغال خلص تمام. طيب شو بدك؟ احرق العلم مقابل 200 دينار على فلسطين. لا على فلسطين. هان على راسي. واو الله يسعدك. الله لك. الله يسعدك ويحفظك. لا فلسطين غالي علي. والله انا ارتعبت والله بيني وبينكم. قلت الله يسترنا لا يجيب العيد ويخبص الدنيا ويسويها. الله يسعدك. انا بحب فلسطين كلياتنا. نحب فلسطين يعني. ورق ما نعم ما بينحرق يعني؟ هلا هو بينحرق. اي ورق بينحرق بالعالم بس احنا غير. فلسطين غير. عليه رمز فلسطين. اي دولة عربية في اي عالم عربي ما بينحرق. عرفت كيف؟
وين؟ ورا. لا علام فلسطين ما بحرق. خلاص الله عليك. شكرا لك. شكرا لك. طيب احنا اليوم عندنا تحدي 100 دينار. سويت التحدي مقابل انك تحرق علم فلسطين. لا ما بحرق. ليش؟ ليش؟ طيب لو حطيت لك يا 200 دينار. ما بحرق. 500. ما بس بطلع لك اياهم كاش. هذا عم يرفع له السعر. والله فكرته جدا جميلة يعني اظهرت حب العالم لفلسطين. شكرا لك حبيبي. الله يحييك. احنا عندنا اليوم تحدي في الشارع الاردني. نعم نعم نعم. هذا التحدي مقابل 100 دينار. نعم نعم. تمام؟ فا اذا بتحب تاخذ 100 دينار هي علم فلسطين. طيب. القداحة وين؟ معك قداحة؟ والله والله معي. طيب. معي سيارة بكم. هاي قداحة. تحرق العلم مقابل 100 دينار؟ لا. ليش؟ حرام. 200 دينار ولا كل المصاري اللي خلقنا الله. ليش طيب؟ حرق العالم مشان المصاري؟ آه. انا عشان المصاري كلها. هذا سوري ولا شو شباب؟ يعني شو؟ خلقنا الله. ليش طيب؟ هي كلمة سورية. العالم مشان المصاري؟ انا عشان المصاري كلها. يلعن سما المصاري. لا حرام عليك. تحرق العالم مشان المصاري؟ الله يسعدك والله كفو يا عمي. شكرا لله. والله كل مصاري العالم اللي بحق العالم يا زلمة انا قلت. شكرا. لا يا رجل خلاص خليني اعلم عندك عمي. خلي يا سيدي. شكرا يعطيك العافيه. الله يعافيك. لا طيب احنا اليوم عندنا هذا اللي طلب البدايه اللي بده يحرو عن جد. عدني 100 دينار. شو بدك؟ شو وضعك انت؟ انا عملته تاخذ ال 100 صارت لك. تمام طيب هاي علم فلسطين امسكه. هاي قداحه. احرق علم فلسطين وخذ ال 100. احرقه واخذ ال 100. كلام عينه. تحرقه؟ لا احرقه. طيب في المقطع الصغير شفتوه بداية الفيديو هو مقطع تمثيلي فقط. الشاب اللي كان يحرق العالم هو صاحب لي هو مصور نفسه تحت. اوكي طلع الشباب مظبطينها تمثيل. هو حب يحكي كمان كلمة لفلسطين يعني. طبعا اول شغلة بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شغلة فلسطين ما بس بلد فلسطين للفلسطينية. فلسطين هي إنا كمان. اي والله يعني فلسطين هي اي والله احنا فلسطين هي امنا وابونا وهي موطننا عن جد صراحه. صح والله. والله ما مشان لانه كاميرا وعالم ودنيا. لا والله بس هذا الكلام الصحيح لانه رده الفعل اللي طلعت من الناس ترفع يعني الراس. ترفع الراس فيها كثير. وغير واكيد ما عاش اللي يحرق علم فلسطين. ما غير هيك رابط قناه سامر تحت بالوصف في الديسكربشن بتلاقوه. روحوا عنده بيعمل فيديوهات كوميديه على قناته. اشتركوا عنده وهيك كونوا سمعت الفيديو. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات وتكتبوا تحت التعليقات اسئله وتجارب اجتماعيه ومقالب نعمل. معلم عاشت ايدك والله صاحب المقطع هذا. اتشكرك على هالمقطع الجميل اللي اظهرت فيه معلم. الحقيقه يعني هلا اكيد بهي الظروف بقصه كورونا الناس محتاجه الفلس الواحد حقيقة. فالناس كلها رفضت مع العلم انه هذا طلع تمثيل اللي شفته بالبداية. انا استغربت قلت الله يسر ما يخرب الدنيا. معلم شكرا لك كتير والله. تحية لك ونعتذر اخذنا المقطع من قناتك. اوكي اخوان لهم كنت انتهى مقطع اليوم. اتمنى انه يكون نال اعجابكم وبنرجع نسكر المقطع. بدي ارجع اقدم تحية كتير كبيرة لاخوتنا الاردنيين النشامة اخوتنا وحبايبنا. وكمان تحية لفلسطين. نغار عليكم ونحبكم. تحية كتير كبيرة لأهل فلسطين. على فكرة أنا مخولي من فلسطين. أهلنا وحبايبنا. وبس يا أخوان صلوا على سيدنا ونبينا محمد. تحية للجميع. السلام عليكم.